أحب ضيوفي الكرام دكتور عباس خاميار باحث وسياسي ودبلوماسي إيراني سابق من طهران. هل باعتقادك أنه الإيرانيين راح ينفذون تهديدهم باجتياح بري؟ يعني هذا اللي سمعناه أنه بعد مجيء إسماعيل قاهاني أنه هدد باجتياح بري، فعلا الإيرانيين ممكن أستاذ عباس دكتور عباس نو بظل يلعب بالكرسي يا ربي دكتور عباس والله شكرا مو يا جماعة دكتور عباس شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا للأستاذ شيروان دوبرداني وشكرا للدكتور عدنان السراج شكرا لكم صح الضغط شكرا لمشاهدي موتني